معرفنا الحالة بتاعت الأستاذ مصطفى وإن هو محتاج عناية ورعاية فعلا، احنا جمعنا بعضنا وجينا معانا بعض الأطباء عشان نبص على حالته. زي ما حضرتك تفضلت وقلت، هو عنده جرح في الإصابة يعني في النخاع الشوكي من سنتين، أثرت على الجزء السفلي الحركة بتاعته، وطبعا من وجوده في من بدون حركة أثرت وعملت له بعض قرح الفراش. احنا جينا بصينا عليه وإن شاء الله هناخده معنا المستشفى بإذن الله، تواصلنا مع سيارة الإسعاف هناخده نعمله الفحوصات اللازمة ونشوف إيه اللازم ونعمل تقرير طبي، وإن شاء الله خير يعني، إن شاء الله يكون في تحسن في الفترة الجاية ويشد حيله شوية إن شاء الله. لا هو طبعا نتيجة إنه ما بيتحركش والحركة عنده صعبة، فده طبيعي إنه هو يحصل حاجة زي كده، بس بإذن الله كده هنعمله رعاية لازمة في المستشفى، الحاجات دي تتحسن كتير جدا يعني، وربنا بإذن الله يكرم يعني بإذن الله. أنا على تعليمات أستاذ دكتور فيصل، طبعا بعد اتصال الدكتورة هالة زايد دي، احنا كلفنا مع دكتورة إيرين ان احنا نتوجه للحالة وان احنا نشوف ايه الوضع المطلوب ليها، فطبعا احنا حاليا هناخده ان شاء الله يتلقى الرعاية الكاملة في المستشفى. موضوع بقى القديم، هو كان في قرح جاي بيها من بره، انا سألت اخواته وتعالجت غلط برضو في دولة في الخارج، فده برضو هيحتاج علاج. وموضوع النقاع الشوكي ده ان شاء الله نتعشم ان هو ممكن نلاقي له حل في مصر بإذن الله، والوزارة مهتمة بالموضوع بإذن الله يقوم بالسلامة بإذن الله تعالى. احنا جينا بناء على تعليمات دكتور فيصل وكيل وزارة، شفنا حالة مصطفى ومعنا الأطباء طبعا. طبعا واضح ان المشكلة اصابت مصطفى في النخاع الشوكي من سنتين، لكن ترتب عليها وجود قرح الفراش، فاحنا هنكثف جهدنا ان احنا هنشتغل على اصلاح الجروح ديت وعلاجها الفترة دي، وكتب التقرير ورفعه للوزارة عشان نحدد علاجه فين. طبعا زي ما قال دكتور احمد، دكتورة ريني مديرة الإدارة توصلت حالا مع الإسعاف، وهيجي دلوقتي الإسعاف وهناخده المستشفى عشان ياخد الرعاية الكاملة ليه. زي ما دكتور أحمد قال، هياخد محاليل وهياخد فيتامينات وياخد ونعالج الجروح، وبعد كده بقى نجهز تقرير مشكلة النخاع اللي عنده ونعرضه. مشكورا سيادة الوزيرة، مشكورا مشكورا مشكورا.